مهاجرون من دول غرب أفريقيا تقطعت بهم السبل هنا في مدينة فنتيميليا على الحدود الفرنسية الإيطالية، وما زاد من معاناتهم أنهم وقعوا ضحايا أزمة دبلوماسية اندلعت بين روما وباريس على خلفية ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين. هنا يبدأ المهاجرون يومهم، يغتسلون ويستحمون بمياه النهر الباردة، وعلى ضفتيه أقاموا عالما موازيا بعيدا عن مجتمع معاد لهم وينظر إليهم بازدراء أحيانا. والله يا هو قاعدين تحت الكوبري ونغسل من مية الباردة دي، وما في أكل زي الناس، وبطاطين ما في فرشة زي الناس، منهم في الواطة وكلام ده. معاناة بعض المهاجرين هنا مركبة، فمن بينهم تشاديون مثل ناصر الذي ولد في السودان وأقام فيه، لكنه تركه بعد الأزمة التي اندلعت وأصبح غير قادر على العودة. ما نقدر نرجع السودان، مشاكل قبلية، مشاكل سياسية، كل شيء. ونحن نعيشون هنا منذ فترة أسبوعين وما نقدر نروح فرنسا يرجعوك من القطار. أعداد المهاجرين في إيطاليا اليوم هي أربعة أضعاف ما كانت عليه السنة الماضية بحسب الحكومة، وضع سيدفع روما إلى خوض مفاوضات خلال الأسابيع المقبلة مع القادة السياسيين في تونس وليبيا، وخلالها ستقترح إيطاليا مساعدات اقتصادية ولوجستية على البلدين مقابل تشديد مكافحتهما للهجرة من سواحلهما. لكن إلى ذلك الحين لن تخلو سكة القطار هذه من المهاجرين، فصعوبة التضاريس الجبلية بين إيطاليا وفرنسا جعلت أحلام هؤلاء معلقة بقطارات تعبر إلى الجانب الفرنسي على أمل أن يبطئ أحدها فيتسللون إليه وتكتب لهم حياة جديدة في فرنسا. من مدينة فنتيميليا الإيطالية، فادي الدهوك، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.